أعود إليك عادل مباشرة من ملعب خليفة الدولي. انتهت مباراة الفريق الوطني المغرب في المركز الرابع في كأس العالم في قطر 2022، ومن الأشياء الجميلة في المونديال اكتشاف، نعرف ونعرف قيمته وكفاءته، لكن اليوم يكتشف العالم. يعطي الله، يمكن نقول لكم غير هنيئا لكم هذا المسار البطولي في المونديال. شكرا لك، وأولا كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا بطولة كبيرة، كنبغي نشكر الستاف اللي داروا خدمه كبيره بزاف، كنبغي نشكر الجماهير اللي ساندونا قلت البطوله. خاص الشعب يكون مفتخر بهذا المنتخب اللي اكتسبنا، ان شاء الله مازال غادي يقول الكلمه ديالو، وكنظن اننا احتلينا المركز الرابع من بين افضل المنتخبات في العالم. يعني هذا الشيء خدمه كبيره، الحمد لله مازال نقولوا الكلمه ديالنا، ولا بغات تكون افضل خاصك ضروري تذوق من طعم المراره باش تكتسب خبره اكثر، وان شاء الله نكونوا عندنا حسن الظن الجميع في القادم ان شاء الله. يحيى بامانه اليوم شفنا على انه اللاعبين عانوا من الناحيه البدنيه، لانه ضغط المباريات، تلعب مباريات على اعلى مستوى، سبعه ديال المباريات ما كانش سهل ربما. طبيعه الحال مباريات اللي في مستوى اللي كيبغوا جهد بدني اكثر ما هو جهد ذهني عفوا اكثر ما هو بدني. الحمد لله كنظن قدمنا بطولة كبيرة، إن شاء الله نكتسبوا منها خبرة كبيرة إن شاء الله، باش من هنا لقدام إن شاء الله نكونوا في ما أحسن إن شاء الله. كان معنا واحد من أفضل لاعبي هذا المونديال، عادل أعود إليك.